على كل حال احنا مش جايين علشان نتفق وبس، لازم كمان نختلف طالما عايزين نأسس لمصر اللي بتؤمن بالتعدد في الآراء. في معلومات جات لي دلوقتي، فريق الإعداد بلغها لي بأنه وفقا لمصدر رفيع المستوى، لغاية دلوقتي ما عنديش المصدر، هقوله لكم أول ما أعرفه، لأن دي قاعدة مهنية معروفة في الصحافة والإعلام، أنه في شخصيتين معروفتين في طريقهما لمكان وجود الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي للتواصل معاه والاطمئنان على صحته، وهو اللي صدر قرار بحبسه من قبل قاضي التحقيق بتهمة التخابر وما إلى ذلك من تهم أخرى، 15 يوم على ذمة التحقيق في هذه القضية. الشخصيتين هما الأستاذ محمد فايق السياسي المعروف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطبعا كان وزير إعلام سابق في فترات سابقة وشخصية معروفة، وأيضا المحامي والناشط الحقوقي المعروف ناصر أمين، قيل إن هم توجها لمقابلة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.